سيداتي وسادتي، اهلا وسهلا بكم في اعظم ثلاثي بالتاريخ، الثلاثي المرح، الثلاثي اللي ملوش مثيل. هعرفكم على اكبر حراميه في دوله مش عارف اسم اللعبه، بيرفكت هايست. معانا باسم ومعانا الحرامي الكبير وار بيس. حرامي كبير؟ ايوه. ده انتوا الاثنين. طيب المهم النهارده يعني معانا فيديو جديد للعبه بيرفكت هايست. لو انتوا بقى بتحبوا بقى الحاجات السرقه وبتحبوا النصب وبتحبوا ان انت تسرق صاحبك وان انت تضرب صاحبك بالجزمه وتاخد منه فلوسه كلها وتنط في كرشه، فبكل بساطه بكل بساطه اكتب لنا دلوقتي تحت تعليق في اسمك علشان نبلغ عنك الشرطه. يلا سلم نفسك، انت محاصر. لو بتحب تكون حرامي، لو حابب ايه ده، بس اسكت قرب بس بعيد عن البتاع عشان البتاع ما ايه ما يبيش بتاع. فالبتاع انت شفت لما تامر البتاع انا شفت اخوانا انتوا فين؟ طيب عايز ابدا حد فيكم البتاع محنك البتاع حلو في البتاع. لا حلو القصه، شفت القصه بقى في ايه؟ ايه القصه في ايه؟ ان الموضوع ليه اكتر من حيثيات. اوكي ماشي. تمام ايه تمام. كم يلا ام كامينج. يلا ام كامينج. انا باخد الذهب. ماشي لم الشنطه بس خلي بالك عشان الشنطه فيها الفلوس. يلا يا اسطى لم يا اسطى ده ازاي ده كلام؟ شاشة ما كسرتش. ايه انت باش غبي بقى؟ لا مش من هناك. لا ايوه إيه. باش غبي بقى خشي بس. ايه ده الذهب خد الذهب ايه ده ايه ده عشان هو قريب. يا ابني خد السلسله الكبيره. طب بس ايه ده هو قريب بيبص علينا ثانيه هجيبك. خلي بالك عد اهو يا عم. ايه ده مش شايفه؟ بس ايه ده ثم كلها استنى، دي مش النهايه. ها ماشي انا عارف. ماشي إيه فايه القصه؟ حط جي مش عايز تحط جي يا اسطى. يلا اتحط. تعال يلا. الموضوع وما فيه هو ان احنا بندور دايما على مصلحه البنك. قلت لكم ايه اعظم ثلاثي في التاريخ. هجيبك بقى. مفيش مستوى. فبس يا سيدي الموضوع ما فيه يعني انت شايف انا فين؟ انا شايف يا ريت كنت جيت معاكم حرام بدل ما اتمرمط كده. ماشي انا شايف. خلي بالك من عيالك. خلي بالك من عيالك لان هم غلب. ايوه خلي بالك. انا عايز خلي بالك هو وراك. ايوه انا شايفه. اوكي سالفه اللي كده. خلي بالك يا تامر يا من عيالك. الله قلت لك ايه اعظم حراميه في التاريخ يا باشا؟ مفيش مستوى. احنا حراميه ونور. تواصل كلمه لنفسك كده وحاسس. انا شفتك عملت حاجه بس هي اللي ببالي فعلا. اللي ببالي هو اللي ببالي يا اسطى. انت شرطي ولا حرامي؟ انا شرطي يا اسطى. اوكي شرطي ماشي. اوكي استارت بقى. عايزين وجع القلب تحدوتي. يلا انت بتنزل بطل حراميه. انا حرامي انت ظابط. انت ايه انت حرامي انا انت هتعمل ورينا هتعمل ايه. يا نهار ابيض بص على الكاميرا كده تامر. ايه اه يا عم امشي يا عم تنيل يا عم. هو الليلة لا لا يا مجرم. الليلة يا مجرم ايزي. اول بوت مات. ليه قتلته ليه؟ حرام عليك يا اخي حرام عليك يا اخي. اي مجرم فيكو
هيتصرف تصرف مش هيعجبني. انفخه. هيحصل له ايه يعني؟ هيحصل له ايه؟ تامر فجر يا تامر. وبعدين وبعدين ادي التاني التاني. هما فين؟ ايه ده؟ الله الله الله. يا تامر يا تامر، لو انا قتلت الظابط هيقعد كتير على 5 سنين على المترس من صح؟ ما تقتلوش. تعال. ما تقتلش حد، اسرق 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 الذهب. طب خد تفتكر حسيب واحد. وانت فين؟ انت ساكت ليه؟ ثانية واحدة. أنا بحاول إن أنا أفهم حاجة. الحاجة دي بتقول إيه؟ بتقول إن في شوية حرامية مش كويسين. ايه؟ ايه؟ فين الضرب اللي حصل ده؟ الضرب اللي حصل ده فين؟ مشكلة ان انا يا عم شيل السلاح يعني... شيل السلاح من ايدك، شيل السلاح هتفضحنا والله هتفضحنا والله هتفضحنا. لا يا عم ده عبيط. انت متأكد من الكلام ده؟ ايوه. اوكي بتجري كده ولا ايه يا عبيط انت؟ بص بص بص. لا مع السوبر تامر انت دايما بتدي الاوامر. ايه رايك؟ ايه رايك؟ طبعا انا كب انا كب. اوكي يلا بينا شرطه يا باشا شرطه. ما فيش هزار هزار. نو اوكي ليتس جو. حلو ده. حلو ده. اور ان كل حماسي اور ان انا بحرامي حرامي كبير جدا. اه والله عشان نفسك. ها نفسي نفسي بجد يعني. انا فكرت في يوم كده ممكن اروح اقلب بيت وور او اسراو بس استحرمت بصراحه. طب انا عملت ايه؟ انا جاهز. تعال تعال انا ابوها. تعال. طب انا هعمل لوحدي يا جدعان ولا ايه؟ استنى يا لا يا اسطى انا معاك. عيب عليك. انت فين يا رجوله؟ انتوا فين؟ طيب انتوا فين؟ هتقولوا لي ولا ايه؟ لا مش هنقول لك. نقول لك ليه؟ وور بره. وور فين يا باسم؟ كلنا انا وانت مع بعض. تامر وور مين؟ وور مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. وور ايه ده؟ اوكي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وات هابند؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ مش عارف مش عارف. ايه ده؟ وور خلي معاك نكبر بعض. اهو الاصوات دي؟ ايه ده؟ والله مش انا اللي بضرب. مش وور انت اللي بتضرب؟ مش عارف انا مش عارف يا جدعان. وايه اللي بيحصل؟ انت كسرت المكان؟ اه تقريبا مكسر كل حاجة. انا ما دغدغتش حاجة بقى. شوف هو مين اللي ضحك عليك. بص يا انا عايز اسأل سؤال بس. يلا. هو ايه الفي اي بي ده؟ انجز يقول يلا. الفي اي بي ده حد انا لو خطفته هاخد 10,000 دولار. واو بجد ده متهزر؟ يعني مش يعني الحوار مش سرقة يعني؟ يا نهار ابيض. لا 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 لا. ليه؟ ليه طيب؟ لماذا تقتل صديقي؟ ماذا فعل لك؟ ايه ده؟ في ايه؟ هو في ايه؟ هو اقسم بالله يا باسم كاني بسرق بجد. اقسم بالله والله وانا بجد انا قلبي هو بجد بس انا مش عارف اسرق اصلا. اوكي هجيلك هجيلك وانت ساعدني بقى ماشي؟ انا خايف والله بجد. خايف ايه؟ انت قلبك ميت يا هو حرمني وانت صغير. استنى بس علي استنى علي. سيبني اركز سيبني اركز. انت مركز؟ هو فين تامر؟ انت شفت تامر فين؟ ها؟ انا شفت تامر. هو كان واقف جنبي كان هيبصني من شويه وبعدين سابني ونسي. انا خايف يا جدعان اقسم بالله. يا جدعان مين اللي طلب يا نهار اسود يا وور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الاصوات دي كلها؟ ايه ده؟ انت بتعمل بالطياره هنا ايه؟ في حد طلب طياره. في طياره. مين ده؟ طيارة في طيارة. طيب مين اللي طلب الطيارة ده؟ اسود. يا نهار اسود. يا نهار اسود. طب الطيارة يا نهار اسود. يا وور. اسكت سيبور ما تتكلمش يا وور على الله حاطهم دلوقتي. يا نهار اسود. يا نهار اسود. يا نهار اسود. انت ماشي ورا ليه يا اسطى؟ ماشي ورا ليه؟ انت ماشي ورا ليه يا اسطى؟ انتوا فين؟ انا بجد مش شايفكم.
انا شايفك بقول ولابس الشنطه. انت شايفني؟ انت عبيط. ار يو دونكي؟ ار يو دونكي؟ انت عبيط. ابلع ابلع. ده قتلني انا وانا قتلتك. لا باسم قتلني. يبقى انا قتلت باسم. ما انا شفته لما شال السلاح. بيستفزني يا تامر. بص بص انا مش نافع اكون شرطي، انا هبقى حرامي. ايوه انا وانت تبقى حراميه وانت روح تدور تبقى شرطي. لا 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 والنبي لا. لا 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 خلاص مستحيل. انت خلاص يا تامر بقيت معايا خلاص. اوكي انا عارف الاشكال دي الواحد بيتعامل معاها ازاي. انا هعلمك الاحتراف يا تامر في السرقه. اهم حاجه يا تامر ان انت تشغل دماغك وما تخافش، لان انت لو خفت هيتقبض عليك. فانت اهم حاجه ايه؟ ما تخافش يعني ما تبصش لكشانت وشك عشان خاطر الظابط ما يعرفش مكانك. ولو قال لك افتشك طلع كود اللي جيبك على طول ولا اكنك خايف ولا بيهمك. بس لو اتفشت اجري بقى اجري. انا هقول لكم على حاجه حلوه يا اولاد الناس، انا اللي هشوفه اقسم بالله هنفخه. تيجي نقتله يا تامر؟ انا مالي انا اقتله انت. اوكي هقتله من مكانك. ايزي. ثانيه اثبت انت وهو. يلا ايه يا اسطى ده؟ اثبت يلا انت وهو. ولا 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 ما تتحركش بجد بجد. اثبت. قال لك اثبت اثبت. اوكي اعمل له ايه يعني؟ هو فين اصلا؟ ابعده من عندك يا ابني. هو فين اصلا؟ مش عندي. نيل اسكت اسكت، ده مش لابس شورت. اسكت يا ابني، ما هو اصلا مش عندي. هو مش عندي. ايه الغباوه دي؟ واحد فيكم لابس طاقيه خضراء والتاني شعره اسود. مين ده اللي لابس طاقيه خضراء؟ لسه انت عبيط. استنى عليا يا اسطى. هو لو هو بوت على كده هي ما هيخسر. انت بتجري ليه؟ انت بتجري ليه؟ انت بتجري ليه بس يا اسطى؟ عشان خاطر ما اعرفش مكان. انت عبيط. انا لو مسكت حد فيكو انا شفتك. يا لا 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 باسم لا. ايزي يا اسطى عشان ما اعرفش مكاني. انا حاسس ان انتم بتخترقوا البنك. يا ورا انت كنت واقف جنبي وحبصني حرفيا ما ضفتش فيا. واحد فيكم لابس بتاعه خضراء. لو شو لو انت هنفخك. لو انا مين يا اسطى؟ او انت عبيط بجد. انا يا اسطى ثانيه. ايه ده؟ لا عبيط ابلع. كان ماشي قدام الواد اللي قدامي اصلا. يا ابني كان ماشي جنبي اصلا ووقف قدامي وراح مكمل. انا وانت حراميه يا تامر جامدين. لا لا احنا لازم نبقى حراميه على طول. هجرب حظي تاني مره شرطي بجد. تعال ور معايا انت شرطي وسيب ويكس. بالله عليك سيبه هو. لا 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 بالله عليك. انا عايز اجرب حاجه. بالله عليك. معلش الجراوند جاي اجي لك، بس الراوند دي فيها اخذ حق عشان انا طلع عين امي. اوكي علشان اعمل حاجه وبص بهدلني. اوكي تعال. يعني هو حرامي معاك؟ اه يس. لا شو لا شو. بس انت تبقاش غبي اقوله وتموت. اه انا اللي بقى ما بقاش غبي. انا ايوه انا ماشي. انت فين؟ هو انا يا اسطى هناك بجيب شاورما. عايز اشوفك بجيب شاورما. انا مش فاضي لك. انا عندي مشوار. يعني ايه مش فاضي لك؟ عندي. انت لسه برا البنك؟ طب ما تقول انت برا البنك. ممكن تحط جزمه في حنكك وتسكت. ايوه يابا. انت فين؟ هقول لك دلوقتي. ده الصوت ده ايه ده؟ وات ده فجر حاجه يا ابن لذين. اور اسكت بقى اسكت بقى عشان مش طايقك. اسكت. تعال هنا. ايه ده؟ خناقه. ماشي هنا يا جدعان. اه تامر انت شايفني في الكاميرا تامر؟ انا اه. ابلع يا نوب. ابلع يا نوب. ابلع. انتوا الاثنين جبتكم الاثنين. ده انا شرطي. ده انا شرطي قد الدنيا يا عم.
ورد تعال معي يا شرطي. شايف العصير ده؟ شايف العصير ده؟ اه ثانية تعال معي يا شرطي تعال وسيبه هو يبقى حرامي. اه انا اصلا حرام ما تقلقش انا حرام. شايف انت المشروب ده؟ اه تعال انا مش عارف اخش لك. انت شرطي ولا ايه؟ ايه ده؟ انا حرامي ياسر ما كانش عايزني. ايه ده؟ ماشي حرامي حرامي يلا ما تعرفش فيشكم تاني ولا لا الله اعلم. والله يا باشا انا كان نفسي الاقي مستوى بس ما لقيتش. يا عم قلت لك انت مستوى عندك مستوى اصلا. قالي ادب يا مش محترم. ماشي احنا ممكن نلعبها بذكاء المره دي. اوكي فعلا ممكن يستخدم ذكائنا. يا نهار ابيض مين اللي فجر؟ ده هو هو بس واللعمة مانا هو يا عم بس بتفجروا ليه طيب؟ حبيبي والله هو بلطجي وحرامي يا عم. انا باسم ماليش دعوة. هو مين اللي فجر؟ ابوها. انت متأكد؟ يسا شوف مين ابوها بقى وتصرف معانا ماشي إيه؟ عشان الحوار ده ما يلخصنيش. ابلع انت اعمل نفسك ما سمعتش حاجة. اوكي ماشي يا لهوي يا وور لم يا وور لم كل حاجة عش يا وور خد الدهب خد الدهب يا وور الدهب غالي الدهب غالي خد الدهب. عرف انت الله اكبر الله اكبر قتلت واحد تاني حركتك كانت غبية. نوب بقول لك تعال معايا شرطي وور اختار الشرطي عارف ان واحد بودي جارد بسرعة بودي جارد. حاضر احنا عنينا الاثنين. اوكي اختار بودي جارد. بودي جارد ده بيجي جارد وبودي جارد. يا لهوي ده بعيد قوي. انا امشي لورا امشي لورا. لقيته تمام يلا عيب عليك. بص صور عيب عليك ما تعملش حاجة ها امشي بطيء ماشي فاهم يعني امشي سيتيزن فاهم. اوكي وي ار سيتيزن فاهم علي؟ يس كده عندك. عايزين نضحك ده عنده 3 في اي بي لازم يخطفهم. عندك 3 يا باشا لازم تخطفهم. بص احنا حتى لو قفشناه مش هنقتله ماشي؟ ماشي انا بس عايزين نضحك عليه. ماشي ايزي يا باشا. هو راح لهم ها؟ هو راح لهم. يا نهار ابيض ايه الصوت ده؟ انت عملت ايه؟ استنى بقى استنى. اهو اهو انا شفته اهو قدامي اهو شايفه؟ هو ده؟ اه لا اللي لابس اسود هو. انا وار شوف انا شايف انا ماشي فين؟ هو ده ايوه هو ده. سيبه اه تعال شفته؟ هو اللي طلع برا. اثبت مين؟ مين ده علي بقى؟ يا ولي يا ولي ما اقول لك يا ولي تعال بص استنى اثبتي. ايه ده؟ هو بيعمل ايه لما اغلط؟ مش عارف هو قفشك ولا ايه؟ بيت ايه انت؟ تعال هنا تعال هنا كان بيقول لك استنى ايه يا نهار ابيض؟ مش انا والله ماشي تعوزين اعمل معاك. وار هو راح فين؟ انت هببت ايه؟ مش عارف بس هو راح فين؟ هو بجد اختفى ها؟ انا مش شايف. احنا نعمل كمان حكينا كده يوب مشي يا مستهد الحذر. ايه ده؟ طب والله ما شايفه الواد الدايرة ايزي. ايه ده؟ ثانية انا سمعته. انا لقيته قدامي. قدامك؟ طيب انا جايلك. اه شفت تامر بص بس انا عملت فيه ايه عشان نعرفه بعد كده. ايه عملت ايه كده ازاي؟ عيب عليك. بص يا ابن الناس هترافقنا للسجن البجاحه دي. ايه ده هو بيعمل ايه؟ ثانيه كفر له. يا رجاله كهربو مش اه قتلني. اه يا معفن اقتله
قتلوا مين يا اسطى؟ انا عميل مزدوج، انا عميل مزدوج. تعالى سيب صاحبي هون، سيب صاحبي هون، اديله هلا. دوز والله يا عبيد يا روح، احنا من الصبح وراك يا اسطى. ما انا قلت انتوا هتسيبوني اسرى ولا حاجه وانتوا بتهزروا. نسيبك تسرى. مظبوط. يلا المره الجايه بقى، في المره الجايه، والمره الجايه هتبقى في قناتك يا باسم. ماشي، قناتك ما اشتركتش والجرس ما فعلتش. يا لهوي يا خرابي، حتى المايك ما حطش. طب انا قصرت بحاجه، تعالى اقول لك حاجه، انزل دلوقتي تحت ويلا اللايك ما تنساش.